السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه nameleaks.com. ده انت عندك فكرة مشروع بس بتدور له على اسم، فبتكتب الاسم هنا، تمام؟ او يعني تكتب النشاط اللي انت ناوي ان تشتغل فيه. مثلا اخترع حاجة جديدة، هقول له ان انا ناوي اعمل حاجة في الذكاء الصناعي generate، فبيقول لي انت بتفكر في ايه، تمام؟ بقول له عايز بقى فكرة كده ايه عشوائية، فبيبدأ يخترع لي اسماء، بيدمج لي الاسمين مع بعض، بيدمج لي الاسم مع حاجة تانية، فبيبدأ يجيب لي حاجات بالشكل دوت. وانت يعني يا طور بيساعدك كده في عصف ذهني ان انت تختار اسم المشروع بتاعك. يعني مثلا عايز تفتح محل ورد، فبتكتب فلاور وهو بيبدأ يدور لك على الحاجات اللي قريبة من كلمة فلاور.